اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وبنرحب فيكم بحلقه جديده من برنامج ضربه حظ، برنامج المسابقات والجوائز والاجواء المرحه بشهر رمضان الفضيل. وبحب امسي على زميلتي ورفيقه دربي نوار. مساء الخير يا نوار. يسعد مساك امجد، مساء كل الجمهور الموجود معنا بالفجيره مول وعم يحضرونا عبر قناه الفجيره. اكيد امجد حلقه جديده وتحديات جديده وكثير من الجوائز. من وين جوائزنا؟ اكيد مقدمه اكيد روان. يلا انت بتشي. مقدمه من عده جهات موجوده بالفجيره مول، اولها العربيه للعود، كرجي للعطور، مسك الامارات، نسيم كافيه، جالكسي سينما، ومن كمان وايضا معنا مطعم اوليريز وكفاله للعطور والسيدات، معنا ريفولي وفان بلوك للاطفال، ومعنا فندق رويال ام والطاير للسيارات من فورد بالتعاون مع الفجيره مول. بدي اسمع تحيه لكل داعمين برنامج ضربه حظ. طبعا امجد مثل كل يوم عندنا كثير من التحديات بفقراتنا المعتاده. اول فقره فقره شرق وغرب، هو وهي، وفقره الامثال، واخيرا شو في عندنا؟ اخيرا عندنا يا نوار ضربه الحظ. راح نختار ثلاث مشاركين عشوائيين من الجمهور والحضور. لازم حجرين النرد يكونوا متوافقين باي رقمين متشابهين، سواء 11 66 55. بفوت معنا بالسحب على سياره فورد ايكو سبورت بعشر كوبونات بيدخل فيهم للسحب. فعلا يا امجد رح نشوف بنهايه الحلقه ان شاء الله مين المحظوظ ومين اللي رح يربح 10 كوبونات ليدخل السحب على سياره فورد المقدمه من الطاير للسيارات ومن الفجيره مول. امجد رح نبدا اول فقره شرق وغرب ونختار فريقين اللي دائما بيفوز. لا فريق اليوم بدي حدا لعيب اليوم. تعالي بدي حدا لعيب لعيب لعيب. تفضلي لعيب هتلعب. يلا تعال تعال اللي لابس. يلا رح اتعرف. طيب. على البنت. خلص اوكي اخترنا. معانا 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 تشانس. يلا خبريني شو اسمك ومن وين انت؟ مزنا. من وين؟ من الفجيره. اهلا وسهلا فيكي مزنا. تحيه للفجيره. تحيه. امجد تعرفنا عن وين انت؟ معك عرفنا عليك يا بطل. لا بصوت عالي، ما بدي حدا نايم، بدي حدا متحمس. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله من وين؟ فلسطين. حي الله عبد الله من فلسطين، حيهم الاثنين. لازم نفوز على نوار ماشي؟ قولي له اكيد لا ما رح تفوز، قولي له سمعيه. اكيد لا. برافو. لازم نفوز. طيب يا عبد الله يلا جاهزين؟ اوكي امجد يلا معكم دقيقتين. عبد الله اقعدوا على المربعات الزرقاء، افردوا قدامكم القطع، معكم بس دقيقتين، تقدروا تستعينوا بالصوره الموجوده قدامكم على الشاشه. لا تبلشوا قبل ما امجد يعد لكم. اللي بجمع اكبر عدد ممكن من القطع الصحيحه، وبس تكون القطع صحيحه ويكون اكبر عدد. عبد الله من هلا شيل الكرتون شوي، اللي قلبي مشان أيوة. تشوفي الالوان. برافو. يلا جاهزين الالوان القريبه من بعضها. يلا يا امجد جاهزين؟ جاهزين يا جمهور؟ يلا 1 2 3 وبدينا بدينا بدينا. يلا شوفي الالوان اللي مثل بعض عندك، كثير ازرق، حاولي ركبي الازرق مع بعض. يا سلام. يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله ركبيهم صح. وحدة ثانية يا عبد الله. لا لا ركبيهم صح. ركب أي قطعتين متشابهين، خلص اترك الثنتين اللي ركبتهم، نشوف غيرهم. أيوة مزنا. حاولي بغير قطع. يا ترى مين راح يفوز اليوم معانا؟ بأول متسابقين لفقرة برافو. شرق وغرب. قطعتين صح لمزنا، وعبد الله عنده أربع قطع صحيحة. طبعاً إحنا معنا أقل من دقيقتين. أقل من دقيقة. أقل من دقيقة. يلا اللي بيها أقل من اللي دقيقة اللي يا عبد الله. يلا أسرع أسرع. أيوة حيهم يا جمهور حيهم. 40 ثانية معنا. هاي يلا هاي هاي مزنا 40 ثانية. هاي هاي مين راح يفوز؟ بالعكس بالعكس. أيوة مين راح يفوز؟ 30 ثانية 30 ثانية. يلا 30 يلا. ثانية. جرب يا عبد الله. برافو. جرب يا عبد الله. لا 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 يا عبد الله. لا مش راكب يا عبد الله. مش راكب يا عبد الله.
20 ثانية الحين. يلا مزنا مزنا هون هون ها ايوه ها 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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انتهى الوقت. مزنا عنده 6 قطع صح؟ 6 قطع. عبد الله هون عندنا 1 2 3 4 وفي 5 6 بس حذير شو مزنا مركبة 6 صح؟ 6 و 6 مرتبطين ببعض. 6 و 6 عبد الله مركب 6 بس مو مرتبطين ببعض. ها انت اللي مين بيكون الفائز؟ طبعا اللي بيفوز بيكون مركب يعني قطع صح. لازم يكونوا صح اكيد. شكرا عبد الله. بس اللي عند عبد الله صح مزنا صح فصيلات وعند مزنا 6 قطع صح. شكرا عبد الله الف مبروك. شكراً. مزنا كالعاده فريقي انا اللي بيفوز. تفضلي انت. ما بعرف شو بتطعميهم انت يا نوار. يا مزنا رقم واحد رقم ألف واحد. مبروك تربحي معنا 2 تيكتس من جالكسي سينما. شكرا مزنا. مزنا لعند بلا من هون تفضلي هناك. يلا سجلي اكتبي اسمك. شكرا. اوكي مين بيشارك؟ مين بدي حدا شاطر؟ تعالي انت اللي لابس الجاكيت. تعالي الحلوين اللي لابس الجاكيت. اللي لابس الجاكيت اوكي تعالي انت. ايوه انا رح اختار البنت اللي كانت جنبك اللي رفع ايدها. اي اللي لابس ابيض. تعال نتعرف عليك. ياسمين. ياسمين من وين؟ من سوريا. ياسمين من سوريا. حيو ياسمين. من وين؟ روعة. من وين؟ سوريا. أهلا وسهلا. أنتوا أخوات؟ أوكي. أهلا وسهلا فيكم ياسمين وروعة. خلينا نشوف مين أشطر. أوكي يلا تفضلوا ارتاحوا على المربعات الزرقاء. شوفوا الصورة. شوفوا كمان القطع الموجودة قدامكم. القطع طبعا خربطناهم لا من أول وجديد. لا تبدأي بنفس اللون الأزرق اللي كانت تبدأ فيه مزنا. اوكي جاهزين. يلا يا امجد عدلنا. اوكي جاهزين يا جمهور بسامع صوت. جاهزين بس جاهزين. يلا بسم الله 1 2 3. مين اسرع؟ معكم دقيقتين فقط. الكنترول بيحسبهم. وياسمين ها ها ها. يلا برافو. يا ياسمين روعة صار عندها قطعتين صح. وياسمين كمان عندها قطعتين صح. يلا يا ياسمين جد بقطع ثاني روعه. ها شوفي هاي يمكن تساعدك روعه. هاي ايه ها جربي ممكن تساعدك. اوكي ما رح تساعدك. غيريها غيريها. شجعوهم يا جمهور. برافو. يلا قطع صحيحة. يلا يا ياسمين يحرق. أيوة يلا معانا دقيقة واحدة. أيوة يا ياسمين شعلي ليها يا ياسمين. يلا روعة بسرعة. يلا شوفي هون 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 في قطع من نفس اللون. لا غلط. ركبي أي قطع. ركبي أي قطع. هنيك كمان في قطع يمكن تساعدك من نفس اللون. ثلاثين ثانية معنا. يلا أيوة أيوة خلينا نشتغل بسرعة بالثلاثين ثانية هذول. يلا برافو. ها أيوة 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 شوفيها شوفيها ياسمين. واحدة من التنتين هاي. واحدة من التنتين. 7 6 5 أيوة 4 3 2 1. للأسف انتهى الوقت. روعة عندها 4 قطع صحيحة. ياسمين 4 عندك. 1 2 3 4 في عندك كمان صح. 5 6. ألف مبروك ياسمين. شكرا روعة. ياسمين صراحة ما خيبتي لي ظنوني. أنت بطلة اليوم. تحية لياسمين. أنت يمكن أول حدا بيربح فريق أمجد من أول روعة. لا 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 تسمعي كلام نوار. أنا دائما بربح بس أوكي. ما بعرف هي بتطعمي فريقها شو. المهم هي حشر النرد الاحمر. تفضلي ارمي النرد. ها ها رقم رقم 4 عندك يا امجد.
رقم 4 قسيمة مقدمة من فن بلوك منطقة ألعاب الأطفال. بتروحوا أنت وأختك وبتلعب هناك وبتتسلوا. تفضلي ياسمين من هون. أيوة يلا بعد متسابق. متسابقين اثنين. يلا مين كتير شاطر؟ وين؟ وين؟ أوكي رح أختار هالبنت. أوكي بدنا حدا جديد، بدنا حدا من الجداد، بدنا حدا من الجداد. ها طلعوا لي اياها، طلعوا لي اياها، طلعوا لي اياها، طلعوا لي اياها. وين؟ ها تعال 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 تعال. تمام تمام خلاص خلاص خلاص. ان شاء الله في فقرات ثانيه، في فقرات ثانيه لا تزعلوا. هون 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 هون. يلا 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 يلا. خبريني شو اسمك، شو اسمك ومن وين انت؟ اسمي شام. من وين؟ سوريا. اهلا وسهلا شام. شو اسمك؟ محمد. من وين؟ الاردن. حيو لمحمد، حيوه. وشام كمان لازم نفوز. طيب اكيد. طيب بتعرف اللعبه محمد؟ لازم نركب الصوره. طيب شام لازم تكوني كتير شاطره، ما رح نخليهم يربحوا. اوكي يلا روحوا على المربعات الزرقاء. يلا يلا لا تبداوا قبل ما امجد. محمد جاهز؟ جاهز يا محمد؟ لازم نكون سريعين عشان نروح للألعاب. يلا 1 2 3 يلا وبدينا. يلا شام لا لا بديتي بالزرقة كمليها، لكن عندك كثير قطع زرقة فوق. غير غير. أيوة غير. ما ركبت، بنشوف واحدة تانية. محمد شوف واحدة تانية. أيوة شام شوفي عندك كثير قطع زرقة هون. غيري غيري، جربي بغير قطع، جربي بغير قطع. أيوة أيوة شوف. لا ما كنا صح، كنا صح يا محمد. محمد شام. ركز ركز معي. شوف الأخضر، حاول تركب الأخضر. أيوة لا جرب كمان مرة تانية. معنا دقيقة يا محمد. يلا برافو. جيب التنتين الخضر هدول. أيوة جيبهم. أيوة حاول تركب. هاي هاي هاي. أيوة أيوة التانية شام التانية. شام عنده أربع قطع صحيحة. يلا يا محمد، محمد يلا. عنده قطعتين. لا شجعوا محمد. يلا أيوة شوف. لا شوف هاي شوف هاي شوف هاي شوف. بالعكس بالعكس هاي بالعكس. هاي نبيها هاي نبيها كمان مرة. هاي محمد هاي هاي هون. لا تاني. أيوة 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 ركبها. لا لا شوف تركب. شام في عندك قطعة زرقاء تركب. أيوة بتركب ركبها. شوفي حاولي وصليها. أيوة هون 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 هون. يلا 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 برافو برافو. أسرع. أيوة ركب ركب اكبس. 3 2 1 انتهى الوقت. شام شام عنده 1 2 3 4 5 قطع صحيحة. محمد عنده بس 4 قطع. شكرا محمد. حيونا محمد. حيو 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 بتستاهل. جيبي حجر النرد معك. جيبي حجر النرد. هي هون. يلا يلا ارمي الحجر. رقم 3. ألف مبروك قسيمة مقدمة من الفجيرة مول. شكرا شام. تفضلي على اليسار. هون هون على اليسار. نور أنت صراحة يعني منافسة قوية لا يستهان فيكي. تفضل طيب أنت دائما تعملي لي الفيلم. راح نطلع بريك ولكن ما زلنا مكملين تحدياتنا في برنامج ضربة حظ. خلوكم. رجعنا مشاهدينا لحتى نكمل تحدياتنا لليوم. وصلنا لفقرة هو وهي. طبعا بعد النجاح والربح الكاسح لأن ربحت بالفقرة الأولى رح أعطيك فرصة أمجد بهاي الفقرة. إن شاء الله يكون الحظ معك تقدر تربح. إن شاء الله إن شاء الله يكون الحظ معي. ولكن برجع بكرر أنه رح أفوت التحدي عليك يا نوار ورح أورجيكي المتسابقين. بحب ذكرك بالروح الرياضية.
أوكي، فقرة هو هي، رح نختار شاب وصبية، نسأل الشاب أسئلة بتخص الصبايا والصبية أسئلة بتخص الشباب ونشوف من عنده معلومات أكتر. أوكي، مين الشباب والصبايا؟ 15 ثانية ليجاوبوا على كل سؤال يا نوار، صح؟ أكيد، 3 أسئلة. خلينا نشوف التحدي. مين من الشباب بيحبوا يشاركوا؟ ها، وين؟ وين الشباب اليوم؟ هلا أمجد أنا شايف وجوه جديدة بس شكلهم لسه عم يتناقشوا. بتتناقشوا؟ نطلع ولا ما نطلع؟ تعوا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، خلص إحنا جاوبنا عنكم يعني، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نتعرف عليكم؟ عامر من سوريا. أهلا وسهلا فيك عامر. تعرف عليك؟ دعاء من سوريا. عامر ودعاء، معنا 3 أسئلة لكل سؤال 15 ثانية، لازم نحن اللي نربح. لا حتى إذا أنت ربحتوا أكيد إن شاء الله. تمام، رح نبدأ معي يا أمجد. السؤال الأول بيقول كيف شكل حقيبة توت النسائية؟ حقيبة توت، بلش العد يلا. إلها حمالتين، صح؟ تعيد. إلها حمالتين، صح؟ هلا هي إلها حمالتين تستخدم غالبا للتسوق، بس إجابة صحيحة يا أمجد. شوف مرة ثانية، حقيبة مرة كبيرة. مرة ثانية جوابك بحسبه غلط، بتعرف ليه؟ لازم تعلي صوتك مشان الجمهور يقتنع بجوابك. تفضل. اوكي، شو وظيفة الكمبريسر في السيارة؟ الكمبريسر في السيارة شو وظيفته؟ ضغط الغذاء. عم تمثل أمجد. تكييف. تكييف الهواء. شو بيعمل في التكييف؟ الهواء بتغطغط. صح. شو؟ جاوبت قبل. ضغط الغاز المخزن في الاسطوانه، صح؟ اوكي، صار عندنا نقطه بنقطه. السؤال الثاني، الفانيلا لشو بينحط بالحلويات؟ للكيك. يحلي الكيك. بده تغشيش. لا لا تغشيش، انت ما بدك تفوزي. بمساعدتك صار عندنا نقطتين. يلا عندك يعني. صح، ايه صح، بيعطي يعني رايحه نقطتين. هلا ممنوع تغششه، اذا غششتيه راح يفوز عليكي. خلص طيب، هي بدها تغشش، هي بدها اياه يربح حتى لو زوجك هون. ما يلا هون يا امجد عندك. يربح علينا ما يربحوا فريق نوار. طيب شو يعني اللي في الحدادة؟ اللي في الحدادة شو يعني؟ اللي في الحدادة، اللي في الحدادة شو معناته؟ اللي ممنوع تساعدة. طيب زوج وان الوقت. اللي في الحدادة هو عملية تسخين الحديد ليتمكن من تشكيله مسار ريسان. بحكي اللي. أوكي. اللي. آخر سؤال وكتير سهل، الكيك بينحط له بيض؟ طبعاً. يا سلام، وطبعاً جواب صح. عندكم آخر طب بصير. لازم نجاوب هذا السؤال عليهم. طيب. حتى لو جاوبت هذا السؤال نحن ربحنا. مايكل جوردن لاعب كرة السلة كلنا بنعرفه، صح؟ شو جنسيته؟ مايكل جوردن. أمريكي. أكيد أمريكي. شو يا جمهور؟ مش اسباني؟ صح، هيوها مبروك. بس انت اللي مين الربحان؟ انت عندكم نقطتين، نحن عندنا 3 نقط. مين بكون ربحان؟ صف فريقك الربحان. طبعا نحن الربحانين. الف مبروك، تفضل ارمي النرد. شفتي كيف غششتي وفاز عليك؟ هي ساعدتك على فكره، كنتوا متعادلين. ها، رقم 4 عندك يا امجد. طبعاً بقدم لك قسيمة شرائية مقدمة من ريفولي، ألف مبروك. أهلا وسهلا، تفضلوا من هون. بدنا نختار متسابقين جدد. أنا حاسس إني راح أفوز بهال. إن شاء الله، بتمنى لك كل خير صراحة. ممنوع الغش حتى لو أزواج، مش إنه هذا زوجي ولا لا، ممنوع. تفضل تفضل حضرتك، لبس أخضر تفضل. أوكي، ناخد الصبية. يلا طبعا نوار، مع الاجواء الحلوه هاي راح نشوف هلا فريقي ولا فريقك اللي راح يفوز. اوكي، مع الاجواء الحلوه هاي اكيد فريقي اللي راح يفوز. انت فريق نوار، اهلا وسهلا. احنا متخاصمين، انا لا تغشوا منا ولا نغش منكم رجاء. من غش انا فليس منا. بص حضرتك. اوكي، تعرفنا عن حضرتك، الاسم من وين؟ محمد. من وين؟ مصر. لو سهلة فيك تعرف عليك. مروة. من وين؟ أروى من فلسطين. حيوهم حيوهم.
محمد وأروى، ثلاث أسئلة لكل واحد فيكم، معكم بس 15 ثانية لحتى تجاوبوا، أوكي؟ تمام، رح نبدأ معي أمجد. السؤال الأول بيقول قصة الديجرادي للنساء فيها طبقات أو لا؟ هي قصة شعر اسمها ديجرادي، فيها طبقات أو لا؟ أكيد فيها طبقات من اسمها. صح. طيب صار عنا نقطة. خدي هالسؤال، وين بيلعب كريستيانو رونالدو حاليا؟ وين بيلعب؟ هو كان في ريال مدريد وبعدين صار في يوفنتوس. اه شو يا جمهور؟ صح، هاي واحد وواحد. روحي أوكي. تعادل. ثاني سؤال، شو الجبنة المستخدمة بالكنافة؟ الجبنة المرتديلا، في اللي هي الحلوم او الحلوم المرتديلا. لا. 5 4 3 2 1. انتهى الوقت. العكاوي عندك يا امجد. هاي خسرتي نقطة. شو وظيفة الفلاتر في السيارة؟ الفلاتر في السيارة شو وظيفتها؟ صح صح، برافو. كتير مبسوط، بس لسه عنا فرصة. مبسوط على فكرة. لا لا مبسوط أنا. أوكي، شو يعني الشارلستون باللبس النسائي؟ شارلستون، شارلستون في اللبس النسائي. شارلستون، شارلستون بنطلون واسع لتحت. صح، صار عنا نقطتين. طيب هذا آخر سؤال لنا يا جمهور، شو يعني عملية السنفرة قبل الدهان؟ السنفرة شو معناتها؟ اللي هي زي التنعيم، يعني زي السنفرة تنعيم لمثل. صح صح، تنعيم. صح، ثلاثة صح، ثلاثة صح. أوكي خلص، أنت الربحان. في تعادل اليوم. أكيد. شكرا سيد محمد. ها تفضل. وين حجر النرد؟ لا تفضل، أعطيها النرد يا نوار. يلا يلا يلا. أي رقم؟ رقم واحد. أوكي، ألف مبروك، تربحي معنا هدية مقدمة من العربية للعود. شكرا، تفضلي من هون. أيوة أيوة أيوة، تستاهل تحية. شو نوار؟ شوف حلو اليوم، يعني بالفقرة الأولى أنت طلع لك مرة ربح، بالفقرة الثانية كمان مرة، في تعادل. طلعي بريك، طلعي بريك. اوكي رح نكمل فقراتنا لليوم، ننتقل للامثال، بس بالاول رح نطلع بريك وراجعين. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وبنكمل تحدياتنا وأجواءنا المرحة في برنامج ضربة حظ بالفجيرة مول. وصلنا للأسف لآخر فقرة، وهي فقرة شو يا نوار؟ فقرة الأمثال أمجد. تقريباً هي الفقرة الوحيدة اللي أنا وياكم نكون فيها متفقين، واللي بيربح نحن الاثنين كمان بنربح. بهاي الفقرة رح نعطي أنا وأمجد الجزء الأول من المثل، والمشترك اللي رح يكون معنا بس كل اللي عليه إنه يمثل يكمل المثل معه بس 5 ثواني من وخمس أمثال. بس بشرط نوار، لازم على الأقل يكون متسابق يجاوب على 3 أمثال على الأقل مشان يكون ربحان معنا في هاي الفقرة. يا نوار صح، شو رأيك نبدأ نختار؟ يلا. مين بحب يشارك؟ وين؟ وين؟ أنا شايف وجوه جديدة. ثواني نوار، أنا شايف وجوه جديدة. تفضلي تفضلي، اللي لابسة عباية تفضلي. تفضلي نتعرف عليكي. نور مصطفى. من وين؟ من الأردن. أهلا وسهلا فيكي نور، كيفك بالأمثال؟ يعني مش كتير. لا هاي أمثال سهلة ومتداولة أصلاً. قبل الأمثال نوار، أنا بدي أسأل سؤال، شو فطرتوا اليوم؟ نسيتي؟ لا لا، محاشي وبشاميل. آه بشاميل ومحاشي. شكلك جوعان عم تسأل. ورق عنب؟ ها؟ لا. طب خلوا لي صحيح من المحاشي. خلاص ولا يهمك. أكيد. إن شاء الله. تمام. طب بدنا نضبط بعض بالأمثال، تمام؟ إن شاء الله. الله يسلمك. أكيد. أوكي نور، الأمثال كتير سهلة، وبشكل عام نحن البنات ما في أشطر منا بالأمثال. رح نبدأ. أول مثل بيقول اللي ما يعرف الصق، اللي ما يعرف الصق يشوي. صح. يشوي. عندك يا أمجد؟ أنا عندي على فكرة بقلي وبسلقه وبشوي. عندك يا أمجد؟ شو؟ بنسوي منسف. بنسوي منسف صح. طيب. الطويل في السماء نجمة. الطويل في السماء نجمة. الطويل في السماء نجمة والقصير. لأن الجرس أفكر. للأسف انتهى. كملي نوار. كملي. والقصير في الأرض فحلة.
اوكي. طيب ثالث مثل بيقول بوس الايادي. بوس الايادي. 4 3 2 1. ضحك على اللحى. عندك يا امجد. شوفي الكحول. الكحول لازم تجاوبي هلا على كل اللي جاي. الكحول اهون. الكحول اهون من العمى. العمى صح. اللي يزرع الريح. اللي يزرع ريح. اللي يزرع ايه؟ الريح. الريح يحصد غباره. عندك 2 صح. طبعا للاسف نور. حظ اوفر. نتمنى تشاركينا مره ثانيه وتربي معنا اكيد. ها اوكي. وين وين؟ او الله جمهور جديد. جمهور جديد. لا 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 اللي لابسه عبايه. اللي لابسه عبايه. اوكي اهلا وسهلا. يلا خلينا ناخذ وجوه جديده. اللي داخل معانا اهلا وسهلا راح يربح صدقا معانا لاخر شهر رمضان. نتعرف عليكي. زينب الخالد. من وين؟ سوريا. اهلا وسهلا فيكي زينب. اوكي عندك 5 امثال لازم تجاوبي على الاقل على 3 يكونوا صح. ابدا يا امجد. بيقول المثل كم من ابة تنزار. كم من ابة تنزار مولاها. على فكره انت قلت 3 ارباع المثل مش نص. نار صح صح. اوكي اتفق القط والفار. اتفق القط والفار. خراب الدار صح. عندك يا امجد. اذا فاتك عام. اذا فاتك عام استبشر بغيره. صح استبشر بغيره. اوكي عادي. اولنا صغار اخرنا كبار. لا صح. عندك يا امجد. شوف هذا مثل حلو. بيقول المثل اضحك للدنيا تضحك لك. صح. والنرد بيضحك لك. يلا الف مبروك الخمسه صح. تفضلي ارمي النرد. رقم 2. يلا تربحي معنا قسيمة مقدمة من مسك الإمارات. شكرا. تفضلي من هون نور. ولا مو نور. نوار. نعم. أنا بدي أشوف الجميلة اللي وقفة هناك. أهلا وسهلا. تفضلي. أهلا وسهلا. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرفين عن حالك؟ أم علي من فلسطين. أهلا وسهلا فيك أم علي. أم علي من فلسطين أنا بعرفها وما راح أتعرف عليها. خلينا نأخذ وقفة بس أتكلم عن الأستاذة طبعا هداية. هي أول أستاذة لي وهذا بيشرفني على الهواء مباشرة أني أتكلم في هذا الموضوع. الله نقدم لك كل التحية وكل التقدير. حيوها أول معلمة لي. أول معلمة لي. اوكي بنحييك. لكان لازم تساعده. الله يبارك فيك. اكيد. طيب نبدا امجد. ابدا باول مره. معلمتي شاطره انا بعطيك من الحين. حخلينا نجاوب واحد. لا ان شاء الله الكل صح. ابدا يا امجد. امشي شهر. يقول المثل امشي شهر. ولا تعبر نهر صح. أوكي. ولا تعبر نهر. كل دواء يستطب به إلى الحماقة أعيات من يداويها. يا سلام. عندك يا أمجد. اللي ياخذ المقصد بنوع بسوء نية. المقصد تركب جنية. تركب جنية صح. الناموس والدبان. إيش ناموس والدبان؟ مش عارفة. بيحكي بسبب الجدان ما بيخلوا حدا ينام. عندك يا أمجد. شفت الزول. شفت الزول. حسبته هول صح. ألف مبروك 4 إجابات صحيحة. رقم 2 يا نوار. رقم 2. أوكي خليني شوف الهدية لأنه معي كتير وراء.
اوكي الف مبروك، تربحي معنا قسيمه مشتريات من الفجيره مول. شكرا. حيوها على اليسار، على اليسار حيوها. ها وصلنا لضربة الحظ يا نوار. ضربة الحظ يا أمجد، لهيك رح نختار ثلاثة من المشتركين معنا. ضربة الحظ نوار، خليني أعطي معلومة بسيطة عنها. أوكي. طيب ضربة الحظ، خلينا نسمع المعلومة، خلينا نسمع المعلومة. ضربة الحظ هي عندكم حجرين النرد الأزرق والأحمر، لازم تجيبوا رقمين متشابهين، واحد وواحد، ستة وستة، خمسة وخمسة، علشان نفوت بالسحب على سيارة فورد إيكو سبورت. أي رقمين مثل بعضهم؟ رح نختار الصبي اللي لابسة أبيض، تفضلي. يلا هاي واحد. كمل اختيارات. أوكي، معانا اثنين لابس تيشرت أسود محكاب، هاي اثنين، هاي اثنين، اثنين اثنين اثنين. أمجد في الصبي اللي واقف هنيك، أمجد. نختار الكبار. أمجد. الأولوية الكبار. الصبي اللي لابس أخضر. أنا أول مرة بشوفه. أهلا وسهلا. تفضلي. بتشرف وبتنور. هاي صار معنا ثلاثة. صار معنا ثلاثة. تفضلوا نتعرف عليكم. حسنت. حسنت. مصر. أهلا وسهلا فيكي. وحضرتك؟ بتعرف عليك؟ علي أبو دير. من وين؟ من الأردن. حيو لعلي من الأردن، حيو. الشخص الثالث وينه؟ وين الشخص الثالث اللي اخترناه؟ إيه تفضلي. الشخص الثالث اللي اخترناه، حيو جاي طبعاً. فاهمين قصة النرد، لازم حجرين يكونوا حجرين بنفس الأرقام. حجرين مثل بعض. أمجد تعرفنا على الصبية؟ عليكم السلام. نتعرف عليك؟ رشا. من وين؟ سوريا. رشا من سوريا، حيوها. مع كل واحد ثلاث فرص، لازم يجيبوا أرقام متساوية بين الحجرين، والحجرين مع بعض بدنا نرميهم. تمام؟ البداية من عندك يا نوار. تفضلي بسنت، ارمي الزهر، الاثنين مع بعض. بدينا. بس تفضلي وقفي هون لما ترميهم. واحد واثنين. واحد واثنين لسه عندك. واحد واثنين. مرتين تحاولي. ايه لسه كمان مرتين. تفضلي بس ارميهم من هون بس توقفي هون. اوكي ونرمي بالمنطقة الحمراء. أربعة واثنين، آخر فرصة معك. آخر محاولة. ها 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 أوه اثنين وأربعة، حظ أوفر. شكرا بسن. بدنا نشوف الحظوظ اليوم وين راح تودينا إن شاء الله. هلا ولعبت يا زهر. يلا ها خمسة هون وخمسة هون، بيفوت معنا السحب. برافو سافي. حيو حيو حيو. طبعا انت طبعا الف مبروك، تاخذ 10 كوبونات، 10 كوبونات لتدخل السحب على السيارة. تفضل. شكرا. يلا 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 ارمي. استحيتي؟ ايوه. واحد واحد وأربعة. يلا لسه عندك فرصتين. فرصتين معنا اليوم، يا تصيب يا تخيب، وان شاء الله تصيب. هون وهون، ازرق واحمر، واحد وخمسة. معكي اخر فرصة، اخر محاولة. ارميهم قراب هون، جربي ان شاء الله بتصيب. خمس ستة وثلاثة. شكرا. حظ اوفر، حظ اوفر. للاسف امجد ما قدروا كل اللي طلعوا معنا يربحوا، لكن كان عنا رابح واحد، علي ربح 10 كوبونات لحتى يدخل السحب على سياره فورد. أكيد. الف مبروك كمان لكل اللي ربحوا معنا خلال الحلقه. للاسف امجد أكيد. وصلنا لنهايه حلقتنا، واللي ما شارك معنا اليوم يا نوار ممكن يزورنا بكره بالفجر مول على الساعه 10 في بدايه برنامج ضربه حظ ويشارك معنا، وراح يفوت معنا السحب باذن الله. ولكن صار فينا نقول في نهايه البرنامج باي باي, باي, باي.